يا مرحبا عند شيخ شعله ناره يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها عالي مقامه ذره خويه وجاره مواقفه تبريال علاه وداويها يا مرحبا عند شيخ شعله ناره يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها عالي مقامه ذره خويه وجاره مواقفه تبريال علاه وداويها سيف القبيله بكل ما قف وغاره حرا علوم المراجل ما يخليها جعل السعاده تواليك وتواليها فعرسك البدر شعبان تنواره دامت لك افراحك وطابت لياليها عمامك اهل الفخر والعز ودياره خوالك رجال نثنم اسم باديها واختامها عند نون نبت ازهاره يا مرحبا بالحضور الله يحييها عالي مقام وذره خويه وجاره مواقفه تبري العله وداويها سيف القبيله بكل ما قف وغاره حرا علوم المراجل ما يخليها جعل السعاده تواليك وتواليها فعرسك البدر شعبان تنواره دامت لك افراحك وطابت لياليها عمامك اهل الفخر والعز ودياره خواضك رجال نثنم اسم باديها واختامها يا مرحبا بالحضور الله يحييها ترقية نقل.